السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام المتابعين حياتنا بكل بساطة مع مين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا البرجر بطريقة حلوة جدا وموفرة جدا جدا، وازاي ترمي معاكي كمية حلوة زي اللي احنا شايفينها دي. اهي شايفينه ده كمان شكله بعد السوا مقلش، يعني نفس السمك بتاعه زي ما احنا شايفين كده. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير، نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا. المقادير معايا نص كيلو لحمة مفرومة فيها حوالي 20% نسبة دهون، ومعايا دي كوباية حمص انا كنت عملتها قبل كده معاكم في الكفتة، انا بنقعه لمدة ساعتين وبعدين بسلقه. النص كوباية بتديكي كوباية يعني بعد النقع والسلق. ومعايا معلقتين بقسماط مفروم، بصلتين متوسطين، وبيضاية، 4 فصوص ثوم، وقرن فلفل اخضر ده اختياري بيدي ريحة حلوة جدا. معايا بصل بودر، ثوم بودر، بابريكا، فلفل اسود على بهارات، وملح، ومعايا بيضاية طبعا. تمام، انا هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الخلاط، ومعايا معلش معايا حوالي 4 معالق زيت. هنجيب الخلاط بتاعنا، اول حاجة هحطها هي البيضة في الخلاط. طريقة الخلاط دي سهلة جدا وجربوها تعجبكم. ادي البيضاية، وهحط كمان 4 معالق زيت. بسم الله. وهحط البصل والفلفل والثوم وهديهم ضربة، هضيفهم بس حبة حبة كده وهديهم ضربة، مش هضيف البصل كله، هضيفه واحدة واحدة عشان يتفرم معايا بسهولة. ده شكلهم بعد ما اتفرم معايا، شايفين البصل اتفرم معايا كويس جدا. هضيف بقى الحمص وهديله ضربة برضو هفرمه. دلوقتي خلاص بقى فرمت الخليط كله في الخلاط، هبدأ اضيف اللحمة وهنحط عليها الملح والتوابل، وهنحط كمان معلقتين البقسماط المفروم، وده الحمص والبصل والثوم، شايفين قوامه تخن ازاي بعد ما حطيت الحمص عليه. اهو هبدأ اضيف، هنزله كله من الخلاط كده. بعد ما ضفته خلاص هبدأ بقى اعجنها كلها مع بعضيها. ما تقلقوش، الخليط اللي ضربناه في الخلاط ده تخن وتقل بعد الحمص، برضو تضيفوا الحمص تدريجي لو انتوا خايفين تضيفوه مرة واحدة. جربوا كده الهمبرجر ده بالطريقة دي هتعجبكم جدا وهتديكم طعم وتست بره، ما تقلقوش. انا هقلبه كويس، لو عايزة لونه يبقى احمر قوي حطي شوية بابريكا. انا هقلبه كويس وارجع. دلوقتي بقى انا خلاص حضرتها هنا بالشكل ده، شايفين ما شاء الله كمية اللحمة زادت يعني ادتنا الضعف. ومعايا هنا ده غطا بطرمان هحط فيه كيس بالشكل ده اهو، وهحط اللحمة بسم الله علشان يطلع كله مقاس وارتفاع واحد. هتكة كده يعني هضغط شوية جامد كده علشان خاطر تطبع كلها معايا، والزيادة هشيلها بالشكل ده كده اهو، شايفين الزيادات دي هشيلها كده اهي. وببدأ اشيل الهمبرجر بالشكل ده والف عليه الكيس لو هتحفظيه طبعا كده. عايز اوريكم شكله وادي ارتفاعه، بصوا. هعمل برضو كمان واحدة نشوفها، ادي اول واحدة معانا خلصت، نعمل كمان واحدة، هنحط الكيس وهاخد قطعة لحمة كده وهحط وهضغط علشان يملال الفراغات كلها، وهبدأ اشيل الزيادات كده بالشكل ده اهو كده، اي زيادة نشيلها وارفع حبة. اوريها لكم بقى من غير الكيس، ده شكلها من غير الكيس، ادي السمك اهو متماسكة وحلوة. هخلص بقى الكمية اهي، هخلص الكمية ونقليها مع بعضنا ونشوفها. ده بقى شكل الهمبرجر بعد ما عملناه، شايفين ما شاء الله رمى كمية حلوة اهو، شايفين عامل ازاي ما شاء الله عليه حلو جدا. دلوقتي بقى هنسوي كام واحدة معاكو، انا عاملاهم برضو، هنسويهم دلوقتي على الطاسة ونشوفهم. دلوقتي بقى انا هبدأ اسويه معاكو. انا حاطة هنا طاسة وفيها يعني حوالي 2 معلقة زيت، الطاسة تيفال فعشان كده محطتش زيت كتير، وهبدأ احمره بسم الله، شايفين متماسك وجميل. ادي شكلها بعد ما اتقلبت
مرته بقت جميلة اهي. ده بقى كان شكله النهائي، شايفين عامل ازاي؟ جميل جدا جوه الساندوتش. على فكرة العيش ده احنا اللي عاملينه، ان شاء الله ننزل بيه قبل المدارس بالطريقة. اهو شايفينه حلو جدا اهو، ورامي كمية معانا حلوة برضو اهي، شايفين. دي كانت حلقتي معاكم النهاردة، يا رب يكون حلقتي النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.